محمودين من الولد أخذ أرضي من جماعة البعكار شيء من نانا وهل سلاح ولا قوة 15 نفر برقبتي 15 نفر برقبتي شو تحاضوني لا تحاضوني تحاضون شعراتهم شو تحاضوني لا تنطلي من قبلي يلا تحاضوني من ولدي وظلت أسد ليهم أنا أحسن من كلمة الأم هاي شي 5 سنين هاي ما حق عليهم بعيد الله ما حجي أو حايتني الله أكبر يا ربي تتحاضوني تطلوا مليون والله ما تحاضوني تطلوا 10 ملايين ما تحاضوني كلمة لهم تدرون الكبرى كلمة غير 5 سنين ما سمعت كلمة لهم كلمة غير 5 سنين ما سمعت كلمة لهم طالب الخيرين اللي يشوفون معاناتنا يشوفون حالاتنا هاي النساء اللي مرضى اللي ما عندها كل شيء يعني تتحسر الدحق على جهالها يتباشون كل شيء ما عندهم نطالب الخيرين نطالب يعني يشوفوننا مشروع يعني العالم تستفاد من عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع كما شاهدتم في هذا المقطع نتحدث اليوم عن المعتقلين والمغيبين. طبعا بالحلقات السابقة كان هناك مشاركات كبيرة جدا حقيقة من ذوي معتقلين ومخطوفين ومغيبين في سجون الحكومة وميليشياتها، وبغض النظر ما كان موضوع الحلقة كانوا يشاركون لي حقيقة طرح معاناتهم والتحدث عن مأساتهم وعن مفقوديهم أو معتقليهم. اليوم هذه الحلقة كاملة مخصصة بإذنه تعالى لاستماع مشاركاتكم مشاهدينا الكرام لمن يتحدث أو يريد أن يتحدث عن قضية معتقلين لديه يعني محكومياتهم المطالبات التي يطالبون بها، خاصة الآن انتشر وسم في العراق بعنوان أنقذوا المعتقلين والمغيبين، أطلقه ناشطون صحفيون وإعلاميون في مجال حقوق الإنسان وأيضا عاملون في مجال حقوق الإنسان حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا العنوان أنقذوا المعتقلين والمغيبين، طالبوا فيها بإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين من السجون الحكومية، الإفراج عنهم، بإطلاق سراح عام أو ما يسمى الآن المتداول هو العفو العام عن جميع من هم في المعتقل. طيب، هنا هيئة علماء المسلمين في العراق خرجت في بيان تتحدث فيه عن هذا الموضوع، قالت إن منظومة الفساد والتخبط الكبير في إدارة البلاد على المستويات المختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ما زالت تسبب المآسي للعراقي والعراقيين. أضافت الهيئة في بيان لها أن جائحة فيروس كورونا تفتك بالعراقيين في ظل إصرار متعمد من السلطة الحاكمة على التكتم على الوقائع والمعلومات والأرقام الحقيقية للإصابات. تابعت الهيئة أن من المخاطر الكبيرة لفقدان أعداد كبيرة من العراقيين لأرواحهم بسبب هذا الفيروس هو بقاء عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين في السجون الحكومية والميليشياوية في أشبه ما يكون بعملية قتل جماعي مدبرة لهم. طالبت الهيئة السلطات الحاكمة بإطلاق سراح المحتجزين كما فعلت دول عدة في العالم والتعجيل بإطلاق سراحهم، حيث أن غالبيتهم اعتقلوا بتهم باطلة وبإجراءات غير قانونية نتج عنها اعتقال الكثيرين لسنوات طويلة بدون محاكمات أو صدور أحكام ضدهم. أيضا طالبت هيئة علماء المسلمين في العراق المنظمات الدولية المعنية بالجوانب الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري في هذا الموضوع، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى القيام بواجبها في هذا المجال وعدم الاكتفاء بقبول التقارير الحكومية والتسليم بمعلوماتها المضللة. هذا كان بيان لهيئة علماء المسلمين في العراق تحدثت فيه عن هذا الموضوع وطالبت أيضا بالإفراج عن المعتقلين والمخطوفين والمغيبين في سجون الحكومة وميليشياتها. من معنا الآن؟ السيد محمد من الناصرية، تفضل يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم حديث وحيد.
اخي المفضل حياك الله. بالنسبه للمحتقرين يعني هم يروج هذه كارثه، هذا راح ينتشر يعني ينتشر بس وتصير كارثه يعني يسببون كارثه كبرى. نعم. ولكن هم ناس يعني ابرياء، جيتهم ابرياء، جيتهم ناس. نعم. وعلى المخبر السري يعني كله على المخبر السري. نعم. المحتقرين ولكن احنا شو نسوي؟ النظام مجرم، نظام مجرم فاجر يعني فاسد. كله يعني فاسد وسجنهم يعني هيك بدون سر. وسع كلها تنتظر ولدته. نعم. بلهفه ولحد الان هسه هاي الشكاوي والمحاكم. المسلمين قاعد الطالب لهم ولا كأن النظام يستجيب لهاي المطالب. اغلب بلدان العالم يا محمد، اغلب بلدان العالم قامت بالافراج عن المعتقلين لديها. ايران افرجت عن 80 الف معتقل في سجونها رغم انها ايضا نظام قمعي، لكن مع هذا قامت بالافراج عنهم لانهم سيتضررون وسيسببون كارثة حقيقية إذا تفشى فيروس كورونا داخل السجون والمعتقلات. لماذا الحكومة في العراق أو سلطة المنطقة الخضراء ما تسير على نفس النهج اللي سارت عليه دول كثيرة في العالم، تطلق سراح المعتقلين لديها؟ محمد أكيد البلدان يعني كلها يعني أفرجت عن المعتقلين، أفرجت يعني طلعتهم كلهم. نعم. بس النظام هسه حاليا هو ما يستجيب لهاي، ليش؟ هذول يعني من حقدهم حاقدين يعني. نعم. هم هذول عندهم حقد قيين. نعم. الشرفاء يردون يقتلون الناس ينهون العراق. نعم. ينهون العراق كله ولا كانه، ليش؟ لان هم عندهم هسه شوف بلدان العالم. نعم. قاعدين منتشر لان هذا وباء امراض منتشره، هذا الفيروس وانتشر يعني بالسجون. نعم. فهم بس الوحيدين، هم النظام هذا ما يستجيب للناس، هذا من حقدهم. نعم. من يعني من فسقهم، من فسادهم، حاقدين. الحقد. نعم. عاميهم، الحقد عامي قلوبهم، عاميهم. هم ما يردون يعني العراق خاصة لان هي شنو؟ إلا إيراني عجمي. نعم. مجوسي. نعم مجوسي. أنا أشكرك يا سيد محمد، أكتفي معك بهذا القدر. أشكرك، كنت معنا من الناصرية، شكرا للمشاركة. طبعا هنا مشاهدينا الكرام، المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قال إنه حصل على معلومات بشأن مقتل 6 معتقلين على يد ميليشيات دخلت معتقل آمرلي قبل إطلاق سراحهم بيومين. هذه الأسماء التي سأذكرها الآن هي الأسماء للمعتقلين 6 المغدورين كما نشرها المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بناء على المعلومات التي حصل عليها. محمد زيدان فاضل وأحمد حمدان حسين وعبد الله بالباس شهاب وصباح كريم جاسم وبدر حسين خضير وياسر محمد علي، 6 معتقلين في معتقل آمرلي قبل إطلاق سراحهم بيومين دخلت عليهم ميليشيات وقامت بتصفيتهم. طبعا يعني هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في دولة ميليشيات أن يتم تصفية المعتقلين بهذه الطريقة، وحتى قبيل إطلاق سراحهم بيومين أو حتى ربما بدقائق أو ساعات. نعزي ذوي المغدورين حقيقة، ويعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يصبرهم على ما ابتلوا به. من معنا الآن؟ السيد أبو بكر من الموصل، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ شلونك؟ حياك الله أبو بكر. أستاذ إحنا نطالب بالعفو العام. نعم. المعتقلين وأبرياء. نعم. الله. أبو بكر، شنو قصتك بالضبط؟ يعني شنو قضيتك أنت؟ من المعتقلين اللي عندك؟ عندي أخوتي معتقلين. كم واحد؟ من المصدر. طيب ماشي. نعم.
شكرا يا ابو بكر. نتفهم طبعا عدم مقدرة بعض المشاركين الإدلاء بمعلومات وافية عن قضاياهم طبعا لأسباب أمنية وحفاظا كذلك على أرواح من لديهم، وحتى أحيانا أيضا ذكر الاسم قد يعرض صاحب القضية أو المعتقل نفسه إلى أيضا مشاكل، نظرا لأنه غياب تام للقانون، وهناك ميليشيات تصول وتجول في المعتقلات و تصفي لدوافع طائفية أو بسبب حقد وكراهية كما قال محمد بن الناصرية تقوم بتصفية المعتقلين. من معنا الآن؟ من؟ ريان. ريان من الأنبار، تفضلي. السلام عليكم. عفواً، تفضل. تفضل يا ريان. والله أخي أنا بس أطالب يعني من قناتكم الموقرة يعني أن تصلون لنا الصوت. نعم. المعتقلين الرزازة يعني لا علم ولا خبر، يعني أنا راح لي فقيد هناك يعني صار له 3 سنوات 4 يعني لحد الآن ما وجه إلى أي 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 جهة هو اتجه. نعم. يعني ونطالب يعني يشوف حل، يعني هم معتقلين، هم أحياء، هم أموات. نعم. وشكرا لك وللقناة الرافدين دعنا توصل أصواتنا وقناة رائعة، نشكركم على إنجازكم مع الناس وتعاملكم الطيب. الله يسلمك يا سيد ريان، ونحن بالمقابل نشكرك أيضا للمشاركة، وهذا واجبنا حقيقة تجاه كل القضايا الإنسانية والحقوقية في العراق. طبعا نتمنى هذه الرسائل من المشاركين الكرام أن تصل إلى المسؤولين، إلى المعنيين، إلى من يهمه الأمر، إلى من لديه القدرة على التدخل في هذا الموضوع. الوضع في العراق حرج جدا، وهناك مخاطر تهدد عشرات آلاف المعتقلين في سجون الحكومة والميليشيات بسبب اكتظاظ هذه السجون وغياب أبسط المقاومات الصحية والإنسانية عن هذه المعتقلات، وبالتالي أصغر فيروس ربما أقل خطورة من كورونا بكثير قد يسبب كارثة إنسانية داخل هذه المعتقلات، نظرا للتحشد الكبير داخل الزنازين والأعداد الكبيرة في كل زنزانة، وبالتالي سهل جدا أن ينتشر ويتفشى المرض بين المعتقلين. طيب نقرأ بعض الرسائل الواردة. طيب نأخذ اتصالات وبعدين نقرأ الرسائل. أبو محمد من واسط، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي الكادة وناس الرافدين. الله يسلمك، حياك الله على هذا البرنامج. الله يبارك. نحن نطالب بالعفو عام. نعم. والعنده اي يعني وال يعني عنده الشخص ليش هم الحكومه المسجونين؟ نعم. يعني هو عند الناس المستاجر العام من شيء ابو محمد ما افهم عليك ولا شيء بسبب الصوت، الصوت بمشكله يا ابو محمد، حاول تعاود الاتصال بنا مره ثانيه. هناك مشكلة بالصوت، أنا أشكرك للمشاركة، حاول اتصال بنا مرة أخرى لأن الصوت كان يتقطع. لدينا الآن أبو فيصل. أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. دام فضلك، السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير. الله يحفظك، تحية بس تحية القناة، تحية الكادر الغالي. الله يبارك. والله أستاذ بالنسبة لهذه الحكومة يعني نتمنى ان يكون في عفو، لكن المشكله ما هي الحكومه، المشكله هي الميليشيات استاذ محمد، هي كل ميليشيا هي عندها معتقلات وهي مستفاده من الناس المقطوعين، الناس الابرياء يعني هي مستفيده منها، وما هذا النظام المجرم، فهذا نظام ارهابي يعني بشكل يعني كل المسجونين بالعراق هم مظلومين ظلم. نعم. ولا يؤمن على شيء، النظام ما يسمى بالنظام هو ليس، هو نظام يطلع ما يسمى برئيس الوزراء، يطلع عنده زعماء ميليشيات مثل أكرم الكعبي هذا المجرم، ويطلع عنده قيس الخزعلي هذا المجرم، هذا الدرج العراقي يهرب كل شيء ممتلكات دولة العراق إلى إيران المجوسية. البلد هو بلد ميليشيات، البلد لا يوجد حكومة مع الأسف. يعني يا أبو فيصل، إحنا لما نجي نتكلم نتحدث نقول إنه أكو دول أخرى، هناك دول أخرى قمعية، دول بها أنظمة تعسفية، لكن مع هذا اتخذت إجراء بالإفراج عن
المعتقلين في سجونها حتى لا تكون هناك كارثة إنسانية. نعم، عندك النظام الإيراني، النظام الإيراني هذا النظام القذر، هذا عنا مساجين يعني، والنظام بالعراق هذا المجرم، وهو تابع للنظام الإيراني، هو مجرم تابع لكنه لم يفعل زي ما فعل النظام، مع علم النظام الإيراني هو نظام إرهابي ومجرم، لكنه أعفى عن الناس يعني، أطلع عن الناس. لكن هذا النظام يعني هو ليس نظام، وإنما هو نظام عصابة يعني، أكثر من 100 ميليشيا، وكل ميليشيا عنده سجن، وكل ميليشيا تحاكم لحالة، ولا في دولة أصلا. وهذه مشكلة كبيرة، بس عشان نسأل الله أن يخلص العراق من هذا النظام المجرم التحيير. شكرا يا سيد أبو فيصل من السعودية. معنا الآن عبادي من واسط، تفضل يا سيد عبادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أبيك أبو علي من واسط. أبو علي من واسط؟ أي نعم. حياك الله أبو علي، تفضل. أهلا بك يعني. أولا تحية لحضرتك، تحية لجمهور الرافدين، ونقول تحية للعراق، ونسأل الله أن يرفع هذا الوباء عن العالم أجمع إن شاء الله. آمين. بصراحة يتعلق على يعني الإجراء أو إجراء السلطة الموجودة في العراق. نعم. يعني ممكن الدول متخلفة ما سوت اللي سواه بالعراق، يعني هم من يردون يكافحون وباء الكورونا. نعم. يتكافح حظر تجوال عام. زين، الناس أغلبية العراقيين، حوالي 50% من العراقيين يعتمدون على الشغل اليومي، يعني اليوم أنا أشتغل آكل، ما أشتغل ما آكل. زين، بنسوي حظر تجوال عام، طيب الناس من تتسوق؟ راح تغلى الأسعار. شنو الخطة اللي قدمتها الحكومة؟ أو ما تسمى يعني، ما تسمى بحكومة، هي مو حكومة. زين، كذلك المواطنين، يعني أنا موظف، من أي استلم؟ هل عندي يعني أنت سويت لي برنامج اقتصادي مصرفي أنه أقدر أستلم راتبي بطاقة؟ لو أروح أستلم من موظف المبلغ أعده أحسبه. زين، إذا الموظف لا قدر الله مصاب بكورونا، كم موظف راح ينصاب وياه؟ ومن راح يرجع لعائلته إيش قد راح ينصابون؟ إذا دليل على أن الحكومة فاشلة. وتعليقا على السجون، يعني أنت تطلعهم من سجن راح تدخلهم سجن ثاني؟ ترى العراق الآن أصبح سجن. قلة الأكل، بس سجن، بس السجن اللي برا أرحم من المعتقلات يا أبو علي. هو أرحم أستاذ، بس أنا يعني ترى العراقيين هم يعني، من تقول لي أنت أرحم، زين هم اللي راح يطلعهم، هم منهم اللي يطلعهم، راح يطلع اللي بايق الحمامة، اللي بايق لواير مال الكهرباء، اللي بايق غيرها. زين، اكو ناس داخلين للسجون بدون سبب، وبدون حتى اسمائهم موجوده، هذول هم يطلعهم لو ما يطلعهم، لو ما يشملهم العفو يعني. المغيبين الموجودين لحد الان ما دارين باهلهم وين صاروا، احنا بغض النظر عن الطائفيه، لكن نتكلم عن الانسان الموجود داخل السجون. زين، من يطلع لا قدر الله مصاب، راح يدخل بسجن الصحه اللي ما ينطونه حتى مي؟ هو هذا هم حجر اللي يسمونه لو سجن. فيا أخي الكريم، إحنا من يطلع من يعني من يبدل الغرف سجن إلى سجن إلى سجن، هذا هو أساس. ما في سلطة في البلاد، البلد هذا يردون، هم أساسا يردون ينهون الشعب، هو هذا يعني. يعني شنو خطتهم استراتيجية لمكافحة وباء كورونا؟ شنو حصة تمويلية؟ كان النظام اللي يسمونه كافر وبعثي وغير وغير وغير، بغض النظر عنه يا أخي، قبل الحرب وزع الحصص التمويلية في شهر 2/2، ومن صارت الحرب ما حد يحتاج المواد الغذائية. زين، هذا بزمان حصار. زين هسه أنتم ماكو حصار، ما سويتوا شيء. زين شنو الفرق؟ يعني حكومات طمعية وشعب نقول لا حول ولا قوة. نسأل الله إن شاء الله الشفاء للمصابين، يرفع هذا البلاء، وأنا أشكر الضافدين على هذه. أشكرك يا سيد أبو علي، كنت معنا من واسط، شكرا للمشاركة. معنا السيد عثمان من الأنبار، تفضل يا عثمان. السلام عليكم أخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية للمشاهدين قناة الرافدين الكرام. حياك الله. نسأل الله الشفاء للغمة عن هذه الأمة يا رب. آمين. حكومة، البرلمانيين، للمسؤولين، الشيوخ العش خيرة أن ينظرون نظرة رحمة، نظرة إنسانية للسجناء القابعين في السجون. أخي والله يوجد في السجون أناس بالآلاف. يقول ربنا تحمينا والعافينا عن الناس والله يحب المحسنين. المعصوم من الخطأ يا أخي، عفو عام وشامل.
صفحة جديدة. وين شيوخ العشائر يا ناس؟ طرف يعني نظرة للأمهات للزوجات للأطفال. شنو ذنب شاب يروح حكم 15 سنة ومؤبد وعد؟ نعم. من فخ سري أو وشاية كاذبة؟ وين الحكومة؟ وين الناس الخيرة؟ نعم. طالب عفان شامل يعني، وهذا الوباء يعني يعني أو الناس بعد إيران العالم كله بأسرة كله أضعف. ها ليش العراقيين؟ ليش يا مسؤولين؟ نعم. يعني كيف عندنا أخوة عند غيرة؟ نعم. كان الله بالعون يا سيد عثمان، أنا أشكرك للمشاركة اليوم. كما قلت مشاهدينا الكرام في بداية الحلقة، اليوم هو الاستماع للمشاركين قدر الإمكان لكل من لديه قضية تخص المعتقلين المغيبين من أفراد عائلتهم من أقربائه، فليشارك أهلا وسهلا وليطرح ما لديه، لعل وعسى هذه الضغوطات المستمرة وهذه المحاولات المستمرة من قبل الكثيرين في العراق إن كانوا هيئات أو إن كانوا أفراد أن يضغطوا على السلطة الحاكمة لتفرج عن المعتقلين في سجونها، وحتى ربما يكون هناك طريقة للضغط أكثر للإفراج عن من لدى الميليشيات. السيدة أم حسن من بغداد، تفضلي. أم حسن من بغداد، تسمعيني يا أم حسن؟ تفضلي تفضلي تفضلي، بس الصوت اليمك يا ام حسن، تفضلي تفضلي يا سيده ام حسن. انا احكي على مود العفو مال السجناء. نعم. اي انا عندي اخواني اثنين بالسجن، بسجن سوسه. نعم. بسجن سوسه هو واحد قاتل وهم حطوا اربعه بالسجن، واحنا دفعنا فصل ولسه لا تنازلوا عنا ولا هاي، واحنا نريد هسه ان الله من عندكم نريد عفو عام يعني للكل، وش اسمه يعني هم حبسوهم 20 سنه، نقول هم ملكت الله يشملهم هذا العفو. نعم. اي نقول يعني هسه يعني هاي كلها طلعوا السجناء، انتم يعني لسه لا ما طلعوا اي واحد سجين من السجن مالتنا، والمرض انتشر يعني بالسجن، نقول ملكت الله من عندكم تطلعون السجناء. نعم. ان شاء الله صوتك يا ام حسن يوصل. اليوم سمعنا اربعه يعني متوفين بالسجن مع السوسه بسبب مرض الكورونا. نعم. اي والله بس ان الله يعني من عندكم ولن مطلعين يعني السجناء كلها. ان شاء الله يا ام حسن، انا اشكرك كنت معنا من بغداد، نتمنى هذه الرساله تصل الى المسؤولين. اريام من الاردن تفضلي. أنا مرحبا. أهلا وسهلا. أحيي بنات الرافدين. بحب أحكي أستاذ محمد. نعم. إن شاء الله ينتصر الشعب العراقي على هذه الميليشيات المتخلفة. نعم. المجرمة التي أرجعت العراق إلى ما قبل الميلاد، وإن شاء الله يرجع العراق أقوى. نعم. من الأول ويحكم إنسان وطني. شكرا لك. شكرا لك أريام، كنت معنا من الأردن، شكرا للمشاركة. طيب نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. ايش قصها لكم مهجرين؟ احنا هاي احنا ست سنين. ستة هم عندهم خمسة يقولون عندنا أربع سنين، بس احنا صار على حسابنا صار ست سنين. من 2014. ايه من 2014. هذول هم وياهم. ايوه. انت شنو ولدكم ولدنا زلني. ولدنا طلعنا على المسير. سلمنا للجيش. سلمنا كلها راحت. هاي لنا ست سنين ما عرفنا لا ولدنا وين ما وين. سلمنا. اللي خلهم اللي وراها أربعة واللي وراها خمسة يتام. يتام هساعدنا يتام. اللي عنده سقط. لا عدنا لا شيء. كل شيء ما عدنا. أنا مني وحدة بنت سقط. أحير بالعيشة لو أحير طبيب بنتي. السقط. أنا ستة مفقودين هم وأبوهم. خمس ولد وأبوهم.
والنهاية رحمة الله. والله كل شيء معكم والله حتى هسه جيت أركض عليكم ووقعت، لأن ما بي حل، ما بي حل هنا هو. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نذكر بالوسم أو الهاشتاج المنتشر الآن على مواقع التواصل الاجتماعي أنقذوا المعتقلين والمغيبين، بإمكانكم أن تتفاعلوا على هذا الوسم وتقوموا بنشره قدر المستطاع لإيصال هذه الرسالة إلى العالم بشكل أجمع أن هناك كارثة موجودة في العراق، وهي كارثة المعتقلين والمغيبين والمخاوف الكبيرة من وصول فيروس كورونا إليهم بهذه الأعداد الضخمة التي قد تحدث كارثة إنسانية حقيقية. معنا الآن أبو مريم من الرمادي، تفضل يا أبو مريم. فقدنا الاتصال. أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك إلى قناة الشريفة لكل العراق الشريف. أهلا وسهلا. أستاذ صار إحنا كل سنة نطالب بالأكل، نطالب بإخراج المعتقلين أكثر من 12 سنة. نعم. يعني صار لهم يعني زمن طويل هم قارئين في السجون من أهل السنة، وبالإضافة إلى هذا هسه من الحاضر صار تحلنا المعتقلين من أهل الشيعة العرب في الجنوب. يعني هذا كله في سبيل إنه يعني هذول أصل هي حكومة مجردة من الغيرة، مجردة من كل رحمة، يعني ما عندهم رحمة. يعني لهذا من هسه من وقت الحاضر من إجوا في كورونا أو يعني شغلوا كلهم قابعين في بيوتهم وطرسانتهم اللي موجودة، فهم ما دارين بال إذا المتسحب العراقي أو من المتسحب العراقي. بالعكس هذا كل صالح يقول لك هو مات، لانه اذا انا راح اخرج عنه شنو يخدمهم؟ بشنو يخدمهم هذا الموضوع وهم يكرهون الشعب بهم يوم بعد اخر؟ يعني وين المصلحه اللي يجنيها السياسي او المسؤول بالعراق وهو يكره به الناس يوم بعد اخر ويقرب فتره رحيله؟ ليش يكرهون العالم بهم؟ ليش يضطهدون المجتمع بهذه الطريقه؟ هم مجرمين استاذ، يعني المجرم كثر ويقول لك انه اذا اخر لحظه حياته حتى لو يموت ما يدير باله، يقول انه انا تقلد وهذا تشتيت داخل دمه يعني. بعدين استاذ اكل شيء لانه المطلق صراحه انه في حاله وجود يعني مثلا الصين بعد كورونا يقول لك انه انا اطلق الصراحي انا كلشي ما نسوي، فانا اطالب حقي. يعني هذا حيأثر عليهم بالدرجه الاولى. بعدين احنا نقول العراقيين او المتصلين يقولوا وين العشائر؟ ترى اثريه العشائر استاذ ضاعوا ضمائرهم الى الحكومه، وانا اعرف انه كل رؤساء الاحزاب خاصه هذه العامري والخزعلي والمدرس كلهم ترى اشتروا ضمن العشائر، ولهذا يشوف الحشد ترى اثريتهم اولاد العشائر شيوخ العشائر اللي هم اللي يحاربون العراقيين واللي هم اللي ادخلوا المعتقلين السنه والشيعه. فلهذا احنا نشوف انه الحشد هو اللي يسير امور الدوله، هو قامر على كل الامور. ترى احنا ما عندنا حكومه، عندنا كراسي مهزوزه لا حل ولا تنبط. طيب انا اكتفي معك بهذا القدر يا سيده ام عبد الله، اشكرك للمشاركه معنا. السيده ام يونس من بغداد، تفضلي يا ام يونس. ام يونس وياك عين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي. اوكي احنا يعني هوايه هسه بيكلون هم عفو خاص. نعم. وعفو ما اعرف شنو، يعني هم اللي ياخذونه اذا هي اكثريتها شنو الاربع خط مشغول بالعفو؟ ليش؟ احنا نطالب الحكومه نطلب كتابه كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته، يعني اذا هو هم ويشوف حالهم يعني ساعته شغله وكل شيء ما مسوي، واللي جابه شاهد والشاهد متهم بالمحكمه وقف وقال اني جبت وجبت هواية ناس وياه وهو مو وياني، وكان هسه صار ارهاب ليش؟ يعني هسه هذا مظلوم وكل شيء ما يعني بعد هذه الشهاده، بعد هذه الشهاده وما طلع؟ ما
بعد هاي الشهاده ابن ولد ووقف بالمحكمه وقدام القاضي وانكتل والتعذيب جبته وجبت هواي ناس. بس ليش القاضي ايش قال بالله لما سمع هذا الكلام؟ قال هو قال رجلي اخذوه هو مواليد 84 شوفوا العذاب كيف شايفه حتى رجلي جنة عاني لا وياه شو مسوي لا خاطف ولا ماخذ كل شيء واني من العذاب ومن الكتل ومن التسبيح خلوه مقعد على عربان قدام القاضي وقال له شوفني اني واني بصموني غصبا علي قالوا لي تعال بصم نعم غصبا علي واجى الولد يوم المحكمه اجى الولد وقال اني انا اني شفته وشفت هواي ناس من الكتل والعذاب اللي شفت يعني وينحكم اعدام وقضيته كانت مدني ليش؟ بس العفو ما يشملهم ليش يعني احنا وين نروح؟ وين نباوع؟ نعم هسه حتى اهل الولد احنا هذول المتعب يتنازلون عنا شكوى اشتباه يعني يقولون احنا 1% ما عندنا شك فيه. نعم. الله يكون بعونكم يا ام يونس ونتمنى هذا الصوت يصل الى المسؤولين. انا اشكرك يا ام يونس من بغداد هذه الرساله وهذا الصوت ايضا واحد من المعاناه الكثيره للعراقيين. معنا الان السيد ابو مريم من الرمادي عاد مره اخرى، تفضل يا ابو مريم. السلام عليكم، شلونك اخوي ابو جاسم؟ وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. اللهم احفظكم يا ربي ويرحم امواتنا اموات المسلمين وشافي مرضانا يا رب العالمين. اللهم ارفع هذا الوباء عننا يا الله. اناشد يا اخوان، اناشد كل المسؤولين، كل المسؤولين في العراق، في الحكومه، في الحكومه العراقيه ان يطلقوا صراحه ذول الناس الابرياء. ذول الناس اللي جابوهم يا اخي من الشارع شنو ذنبهم؟ والله هسه داشهم بالصوره مال على شاشه القناه الرافدين يا اخي ذول شنو ذنبهم ذول؟ انت يا ناصر محمد ناصر دلي يا صالح المطلق، يا صالح المطلق يا محمد ناصر الكربولي امانة الله ورسوله، الله عليكم اطلقوا صراحه ذول المحتقلين الناس الابرياء يا اخي شنو ذنبهم؟ وينكم؟ بس ايام الانتخابات تجون؟ ليش يا اخي؟ بس ايام الانتخابات تقولون احنا عراقيين؟ والله ما بيكم واحد عراقي يا اخي، والله ما على سبع عندكم، هذول الناس الابرياء اللي بالمساجين شنو ذنبهم؟ يا اخي بيتاجرون بيهم، والله اكو دول، واريد اقول لك يا ابو جاسم لا تزعل مني، اكو دول عربيه تتاجر بذول بارواح ذول المحتقلين يا اخي، والله بيتاجرون بيهم تجاره والله. مسلميهم للميليشيات ويتاجرون بيهم، واقسم لك بالله العظيم وما يهدون، ما يهدون يا اخي. يا اخي احنا متوجهين على شهر رمضان، شهر رمضان يطلقوا صراحهم يا اخي خلي يفرحون نسوانهم، امهاتهم، زوجاتهم، اطفالهم، وين يا شيوخ العشائر؟ وينهم؟ اريد اقول هاي الكلمه شو وقت تهتم الشوارب والعبر؟ وينكم يا اهل الرمادي؟ وينكم يا اهل الجنوب؟ يا ثورة العشرين يا اهل الناصرية وينكم؟ شنو ذنبهم تجيبهم بالشارع يحترم قواني؟ انا اسوي كذا وكذا، ليش يا اخي؟ ليش يا محمد ليش؟ نعم بس اقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم ان شاء الله. شكرا يا ابو مريم، كنت معنا من الرمادي، معنا السيدة ام ياسر من الموصل، تفضل يا ام ياسر. السلام عليكم اخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، نشكر قناة الرافدين اللي تسمع صوت الأمهات المظلومين، المعتقلين، الأبرياء. نعم. ما عندهم شيء. أخي أنا ابني اعتقلوا داعش بتاريخ 2/2/2017. نعم. اعتقلوا من الدواعش. احنا من القديمة من الموصل. نعم. الجيش العراقي الله ينصرهم إن شاء الله، حرروهم يعني طلعوهم من المستشفى، من السجن يعني مال داعش. طيب. حررهم ودوهم لبغداد. اي. البغداد هاي 6 سنوات من تحرير الموصل لي حد هاللحظة ما نعرف مصيرهم أشنو، وابني منتسب حماية منشآت. يعني ما نعرف وين صار، شفنا صورته يعني بأحد السجونات من المعتقلين. نعم. بس ما نعرف مصيره، نحن نطالب نسيا منكم حضرتكم تكون صوتنا. للجهات يعني المسؤولين، الحكومة مالنا، شوف أي مسؤول علينا. نعم وصلوا صوتنا امهات المظلومين المعتقلين ام لي هسه اولادنا مغيبين.
موجودين يقولون مغيبين هم. سيدة أم ياسر، يعني لما القوات الحكومية مثل ما تفضلتي ومثل ما تسميها الحكومة حررت أولادكم، ليش بعدهم يمهم؟ سألتوهم ليش أخذتوا ولدنا وما رجعتوهم؟ طرحتوا هذا السؤال؟ تواصلتوا يا ناس؟ احنا بالموصل، هم ودوهم البغداد، ودوهم البغداد كلهم، يعني ودوهم وكثير منتسبين أخذوهم من بغداد، يعني من الموصل. طيب هو معتقلين على داعش، وصورهم موجودة يعني بأحد السجونات. شو يردون عليكم؟ شو يقولوا لكم؟ بلي شو يقولوا لكم من تسألوهم وين ولدنا؟ شو يردون عليكم؟ يقولون نصهم يقولون بالمطار مثلنا، نصهم يقولون بجرق الصحار. ناس شنو تهمته؟ شنو التهمة؟ شنو تهمته؟ ما عنده شيء تهمة، هو منتسب. أعرف أقصد هم شو يقولون تهمته؟ يعني معتقل بلا سبب؟ ما يقولون تهمته شنو؟ نحن ما نعرف، يعني وين نسأل؟ يقولون ما عندنا معتقلين، ما عندنا، بس ناس يعني عندنا اتصالات مع ويا ناس هم واصلين، يعني يقولون والله بالسجونات هم، يقولون موقوفين هالشكل. يعني احنا نطالب من حكومتنا الشريفة خلي قلبهم رحم جه هذا المرض الكورونا، يعني خلي يخافوا من الله، يطلقون سراح المعتقلين الأبرياء. طيب. إلى هم عندهم اتصال مع داعش ولو يوم واحد، خلي يعدموهم، احنا ما نريدهم. بس المظلوم ما يصير يضل بهالسجونات يا اخوي. نعم. نحن يعني ميتين، بدهم 100 موت عمود. نحن نطالب يعني الله يرضى عليكم ويرضى عن حكومتنا، خلي تطلق صراحا، خلي تعمل يعني عفو عام على هالسجناء المظلومين. يعني ما والله ما يسلم الا غير كله ناجعين بليل ونهار. يعني احنا كل يوم عمود يا اخوي، والله ميتين نحن. نعم. والله ما ظل احد معنا سبنانا. يعني ايش نعمل هسه؟ وين نروح؟ نعم. اولادنا ابرياء يا اخوي. ليش بنعتقلهم؟ يعني من وادي حجر، من معه وين، مصر القديمة. نعم. الله أخذوهم ودوهم، وين ودوهم الله يعلم. إن شاء الله يا أم ياسر، إن شاء الله هذا الصوت يوصل. أنا أشكرك كنت معنا من الموصل. يعني السيدة أم ياسر كما استمعتم إلى حديثها، بغض النظر ما قالت، بغض النظر ما الذي ذكرت به من أوصاف للحكومة أو القوات الحكومية أنا أتحفظ عنها، لكن مع هذا المرأة تستغيث لأن ابنها لم يرتكب تهمة، لم يكن إرهابيا، بالعكس كان مخطوف أو معتقل لدى الإرهابيين، والمفترض أن القوات الحكومية التي قامت بتحريره تطلق سراحه وتعيده إلى أهله. 6 سنوات وهو في المعتقل، لا أحد يعلم أين، ما التهمة لا أحد يعلم. قضية حقيقة من القضايا المبهمة أنه واحد يسأل هذا السؤال، أنه شنو أسباب اعتقال هكذا أشخاص ليست له ارتباطات بجماعات إرهابية، بل بالعكس هو كان متضرر من الجماعات الإرهابية ومن إرهاب الحكومة وميليشياتها، لأنه لا يزال في المعتقل حتى هذه اللحظة بلا سبب. أم علي من بغداد تفضلي. أستاذ محمد. أم علي تفضلي، أهلا وسهلا. وعليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. واشكر هذا البرنامج اللي يريحنا احنا. انا ما اسمع هذا البرنامج، انا ودركت على شولة على من قناتكم المؤقت عندكم. هاي الامه يا استاذ كل حاضر يا والله العظيم، شو ما ادري بالسجن ما تعرف مية معكم. نعم. ما أدري مريض وتعرف قلبي الأم يا أستاذ محمد، تعرف قلبي الأم سمع ولدهم عزاب ولدنا وصراحه وده شهر رمضان. نعم. خصوصا الشعب يمدح بيهم يفرحون هاي الأم. ها أطلب من شيوخ العشائر توقف هاي. نعم. زين يا أستاذ محمد من قناتكم. ان شاء الله يا ام علي، ان شاء الله باذن الله تكون هاي الرساله وصلت. انا اشكرك كنت معنا من بغداد. ايضا السيد ام علي تطالب باطلاق سراح المعتقلين الابرياء المظلومين في سجون الحكومه وميليشياتها. طبعا من ليست لديه تهمه جنائيه، من ليست لديه تهمه ارهاب او شيء، من لم يرتكب اي شيء وهو موضوع في هذه المعتقلات بلا ذنب، الجميع يطالب باطلاق سراحهم. طبعا في اخر المتصلين لدينا وبعد ذلك نقرا الرسائل. حسام من بريطانيا، تفضل يا حسام.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابني محمد مرحبا بارك الله فيك، وتحية لكادر القناة الشريفة وإلى كل العراقيين. حياك الله. وإلى تاج رأسنا أمهات الشهداء، أمهات المسجونين والمغيبين، وإلى زوجاتهم وإلى أبنائهم. نعم. قبلة محبة إلى كلهم جميعا. أنا أوجه ندائي وأرفع دعائي إلى الله فقط. نعم. وأقول اللهم لا إله إلا أنت لك الحمد، اللهم لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم عجل فرج البريئين مسجونين جميعا، وفرج العراقيين بقدرتك وعزتك يا أرحم الراحمين. لن سبحانك اللهم عجل خروجهم اليوم قبل غد، سبحانك اللهم احفظهم بحفظك يا اللهم من كل شر، واحفظهم من شر المجرمين بكل أشكالهم وتفاصيلهم. وبالناحية الأخرى أذكر الحكومة بأكملها من رئيسها إلى أساسها بمادة إرهاب من رب العالمين رقم 93 في سورة النساء، أربع عذابات كل مجرم يقتل ولو مؤمن واحد، وهي جهنم خالدين فيها أبدا، وعذاب من الله، ولعنة من الله، وعذاب الله عده لكم أبدا الأبدي. نعم. اتقوا الله بالنساء والأبرياء قبل فوات الأموان، وإلا والله سبحانه وتعالى، وأنا يقين جدا أن أيامكم قريبة جدا. موجه نداء البرلمانيين وإلى كل الحكومة، ورئيس نعم. الجمهورية له إمكانية أن يخرج المسجونين، والله على ما يقول جهيد. شكرا جزيلا لك سيد حسام، كنت معنا من بريطانيا. آخر المتصلين فيما تبقى من وقت، مشاهدينا الكرام نقرأ الرسائل سريعا وباختصار شديد، هناك رسائل طويلة. السلام عليكم. أستاذ محمد، نطالب بالمسارعة بإقرار قانون العفو العام للسجناء وتبييض السجون، وأن يكون أربع إرهاب مشمولين بهذا العفو، لأنهم الأغلبية هم محكومين على هذه الفقرة وهم أبرياء، حكموا عليهم بالإعدام إذا هم عذبوهم بكل أنواع التعذيب وبصمهم على أوراق لا يعلم بها إلا الله. في رسالة أخرى أبو إبراهيم يقول: السلام عليكم، أخوكم أبو إبراهيم من صلاح الدين، تحية لقناة الرافدين الناطقة بالحق. أخي محمد، نطلب من الله العفو، أن يفرج عن أسرانا في سجون ميليشيات إيران الحاقدين، ولا نطلب العفو من هؤلاء لأنهم خدم لإيران. في رسالة: السلام عليكم، مساء الخير أخي، معك ريان الشمري من الأنبار، نطالب من قناتكم الرائعة قناة الرافدين، أناشد بإطلاق سراح أبنائنا المعتقلين أثناء تواجد الميليشيات الطائفية على معبر الرزازة، أطالب بأخي الذي لا أعرف أين هو، حي أم ميت. شكرا لكم. في رسالة من والدة معتقل تقول: السلام عليكم، نجدد مطالبتنا بالعفو العام يشمل الكل، وهم الحكومة يعرفون أن أهل السنة كلهم أربع إرهاب، انتزعوا منهم الاعترافات بالتعذيب، يا ريت يتعظون من هذا الفيروس، دول كبرى بعظمتها انهارت، بس الأعمال الزينة تبقى، سووا لكم شيء بخير. في رسالة أخرى لدينا: السلام عليكم، قرار العفو العام هل صحيح أم إشاعة الإفراج عن 600 معتقل في بغداد؟ نريد التوضيح، لم يصدر هكذا قرار حتى الآن. السلام عليكم، إلى قناتكم الموقرة. يقول: نطالب بالعفو عن المساجين والمعتقلين، الدول العربية أطلقت سراح المساجين والمعتقلين، والعراق مواطن بسبب الدولة الفاشلة والفاسدة. في رسالة أخرى من أبو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم، بعد التحية، أمام الشعب العراقي الخلاص من هذا الوضع في العراق، وضع المعتقلين والمساجين خاصة من بين الوضع بالعراق، الكل يعلم أن أكثر المعتقلين والمسجونين هم ضحية المخبر السري، انتقام لمسائل شخصية. شكرا لك. في رسالة: السلام عليكم أخي محمد، ليش ما ينطون عفو عام للإرهاب؟ هم كل الزين يعرفون أنه الإرهاب من طائفة معينة يقصدون، احنا نطالب بالعفو العام ابن ديالة. في رسالة أخرى من أبو عمر السامرائي: السلام عليكم، بالنسبة للحكومة ما تفرج عن المعتقلين؟ لأن أسيادهم في إيران لا تقبل بهذا الشيء. بكر من بغداد يقول، ما فهمت من بكر. رسالة مصطفى من بغداد: أستاذ، نطالب بالعفو العام، إذا صار شيء على المعتقلين من يتحمل المسؤولية؟ هم مظلومين بسبب المخبر السري وبسبب التعذيب، وتهم صاروا إرهاب، كافي ظلم، حرام عليهم يا حكومة. السلام عليكم.
هشام من السيدية يقول هاي ألعاب الحكومة ما راح تخلص والله العالم ملوا بالبيوت وشنو قصة السجناء ماكو إفراج عام والله العالم ملوا بالبيوت وشنو قصة السجناء. زهراء من العمارة تقول السلام عليكم بعد التحية، أكثر من 500 سجين في زنزانة واحدة ويحكم عليه بالسجن المؤبد أو أكثر من 35 سنة بتاريخ العالم كله ماكو هيج قانون. في رسالة لدينا، السلام عليكم، ميليشيا الحشد وعلى رأسها من يسمى أبو زينب في سيطرة 30 بقاطع عمليات الأنبار تمنع الكادر الصحي بالقيام بعملهم بفحص المواطنين، وإيران لا تسمح بإطلاق سراح المعتقلين في العراق، وهذا حالنا بظل حكومة فاشلة فاسدة. السلام عليكم، أول ما يجري من تراجع في العراق على جميع القطاعات تتحمل الحكومة وميليشياتها الموالية لإيران. محمد الأنباري شكرا لك. في رسالة من نوار من هولندا يقول أو تقول السلام عليكم، نعزي أهالي المخدورين، يجب التحقيق مع مسؤول السجن والحرس، ويجب على الحرس حرس السجن أن يفتح النار بوجه هاي الميليشيات القذرة، ويقصد هنا عن الميليشيات التي اغتالت ستة معتقلين في معتقل آمرلي. في رسالة من أبو عمار من الأنبار، نشكركم على موضوعكم اليوم، احنا أبنائنا خطفوا من سيطرة الرزازة عفوا، أريدكم توصلونا على مصيرهم وين. شكرا لك يا أبو عمار، نتمنى تعرف مصير أبنائك وين. زهراء من البصرة تقول بعد التحية، أنا عتبي على شيوخ العشائر ما حد بيهم هالسطولة وقال هاي الفقرة اشتاكل، احنا ندري هاي الحكومة ما تحرك ساكن، انتوا يا شيوخ فكروا شوية وقولوا هاي الفقرة شلون يعيشون. في رسالة لدينا يقول احد المشاركين، متى يعني شلون هاي الحكومة وياها، ايش منتظرين ما ينطون العفو ويفرجون عن المساجين. في رسالة لدينا، السلام عليكم، بعد التحية، أريد الحكومة تقدم شيء للشعب وخصوصا أعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ينقذون أبنائنا من هذا الوباء ويطبقون شريعة عفى الله عما سلف، يعني عليهم الحلال وعلينا حرام. أم رقية من الناصرية شكرا لك. في رسالة لدينا، أنا ابني مسجون ومظلوم الله شاهد. طيب، رسالة طويلة. يقول أحد المشاركين، أخي العزيز، أي واحد سني التهم موجودة أربع إرهاب ماكو غيرها، بس الظلم ما يدوم أبد، يجي يوم ويتحاسبون إن شاء الله. طيب، هناك رسائل كثيرة جدا. في آخر رسالة، أنا ابني معتقل بالرزازة، فهد نواف محمد، اعتقلوا ميليشيات حزب الله وصار أربع سنوات ما أعرف عنه شيء، والثاني داعش ذبحوه، أنا ابني بريء، والله ابني بريء من أي جهة، ابني مزارع مال أراضي، نريد نعرف معتقلين الرزازة وين، ميتين طيبين أرجو الرد. نتمنى من الجميع أو على الجميع وللجميع السلامة. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكر جميع من شارك وجميع من تفاعل معنا، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.